السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير. جمعه مباركه، الحاله مغيم مغيم. راني جايه نجري باش نشري غير سميد الرطب ندير المحاجب، وراني جايه الارديس باغيه نخف شويه. وكما ديك النهار وعدتكم باش نفيلمي لكم لي غيون تاع ارديس مع لي بروموسيون كاع اللي حطوهم، بصح ماشي اليوم. اليوم راني مزروبه مع انه غادي يطيح والحاله معطل باش ندير المحاجب. راكم عارفين العجينه لازم تريح وكاع. غادي نوريكم ثاني كل الباركينغ راه معمر بالوطا، هكا غادي نكون مجينيه. ما نقدش نفيلمي لكم مليح وتشوفوا مليح مليح الرفوف، حتى وانهم عطوني التصريح بارك الله فيهم، بصح غاست سافا جينين الناس. غادي غير نشري السميد ان شاء الله، نخرج نعاود نتلاقوا في الدار. جيت خف خف ودرشيت السميد. شوفوا الرطب، هذاك الرطب كاع مشيت تاع الميزان، شيت تاع القابزه، ما كاش كاين بالسيف باش لقيته. فوالا كنت في ارديس، ها هو السميد الرقيق كاع الرقيق، هذا اللي يميل للصفوريه، هذا اللي يخرج المسمن والرقاق والمحاجب يخرجهم مروعه. هذاك السميد كي تشوفوه صفر. فوالا راه عندي زوج كيلات تاع السميد الرطب، في كيلة ماشي عامره، هادو كاع قببتهم، عمرت الغرفيه مليح، بصح هذه الغرفيه تاع الفرينه ما عمرتهاش بزاف. يعني زوج كيلات في كيلة الا ربع تاع الفرينه. اش غادي نحط معاها؟ نحطوا الملح، هو الفلفل البديه. بسم الله نبدو الملح، ومغرف صغيره ماشي عامره، في زوج كيلات وكيله تاع الفرينه. ما تكثروش الملح بيسكو لافاكس راه فيها الملح وكاع. واش راح ندير؟ راه عندي الباكي تاع لا لوفيغ، هذا تاع خميره الحلوى ماشي خميره تاع الخبز، باش تجينا العجينه خفيفه وطريه وتساعفكم في الحله وتجي مهويه، ما تجيش ثقيله. وعارفين كاين اللي يغلط لاباط من بعد تجي في الماكله تجي خشينه. غادي ندير غير قيس قرصه صغيره تاع لا لوفيغ تاع الكاطو. شوفوا فوالا، ما تحطوش كاع الباكي، راكم شفتوا شحال حطيت. وهذا نخلوه في الجيده، نستعملوه لصوالح واحد اخرين. ومغرف تاع الخل، مغرف كبيره تاع الخل، وعارفين هو اميليورون تاع العجين، حتى ما حطيتش الخميره تاع الخبز، بصح حطوا الخل يعاونكم. بسم الله غادي نخلطها شويه، ونلمو بالمدافي، ما تلموش بالمطابخ، لموا بالمدافي. وانا غادي نخلي هاد العجينه غادي نخليها تريح واحد الساعه على الاقل، تخلوها ساعه كاملة ديرها في الليل، وغاد غدوه تبدا تخدم فيها للفطور. راكو عارفين العشاء راه قريب، وانا شويه مزروبه. مادامكم تخلوا العجينه تاعكم تريح، مادامكم تعافكم في الحله وفي التكراس تاعها، نلموا بالمدافي، تنشفوا شويه العجينه، ماشي تنشفوها حتى تيبسوها، ما تكثروش الماء باش ما تطلق لكمش. علاش؟ غادي نخليها في صاشي تريح، وكي غادي تريح غادي تزيد تطلق. الا كنتو درتوها في الاول ديروها جاريه، غادي من بعد غادي ما تتحكموش فيها، غادي تبدا تهرب لكم العجينه في الحل تاعها. فوالا نلم العجينه تاعي، راكو تشوفوا لميت العجينه تاعي، ما لميتهاش طريه بزاف، شوفوا غير لميتها، مازال ما عركتها ما والو. دروك نوخر عليا القصعه غبنتني شويه، وغادي نعطيها حقها في العجين، نوخرها نعطيها حقها مليح مليح في العجين، نعطيها واحد 10 دقائق وانتم تعجنوا. راكم تشوفوا راهي ناشفه مليح العجينه تاعي، ماشي يابسه مي ناشفه، ما جريتهاش هكا. وغادي نعجنها مليح مليح، تعطوها بلا بون دي ما، تعطوها الكف 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 حتى اللي تسوليكم طريه في يديكم، العمد على العجين تاع درك. راكم تشوفوا 10 دقائق وانتم تعجنوا. الا كان عندكم البيتخان، راكم عارفين انا صويلحاتي كاع راني دستهم في دارنا مع الكريا مع الدار، يعني ماشي كيما دار كبيره، كلشي دسيته نعجن بيديا صافي دي سبور. فوالا 10 دقائق وانتم تعجنوا. عجنت لي العجينه تاعي مليح مليح 10 دقائق وانا نعجن، ماشي غير تسمعوها تطرطق تروحوا تحبسوا. شوفوا العجينه راهي طرات لي، حتى نشفتها في الاول، بصح غادي تطرى وغادي تزيد تطرى ان شاء الله كي غادي تقعد لكم. كما قلت لكم قبيلات، مهما تخلوها تريح مادام مليح، كاين يديرها في الليل يطيبها غدوه، كاين يديرها في الصباح ويطيبها في الليل، مادامها تريح مادام مليح. انا غادي نخليها ساعه، اش راني دايره باش نسرع لها الوقت تاعها تاع الراحه ونزيد نطريها خير. شوفوا اش راني دايره، اش عم خاطر نديرها في القناه هذه بولسه، بولسه نورمال عاديه، درتها في المغالي، المغالي مليح مليح حطوها فيه. وكي تبغوا تدخلوا العجينه تاعكم جيبوا العجينه هذه البولسه تاعكم ساشي، خرجوا منها الماء هذاك، المهم الساشي يكون حام يعني في درجه تاع السخانه باش يزيد يطري لكم العجينه تاعكم. كي تعجنوها هذه بعد لي تعجنوها ودخلوها في الساشي
ديروها ما ديروهاش في القصعه، ديروها في حاجه بلاستيك اللي تتبلع ولا حاجه وغطوها، المهم ماشي في القصعه باش ما تمشى لكمش. انا غادي نجيب هذا، هذا البسينه تاعي اللي تتبلع، وغادي نخليها ساعه ونفوت نوجد الحشو تاعنا. الحشو لازم نطيبوه على بكري ويبرد باش يكون مليح بارد مليح وما يقطع لكمش العجينه. كي اللي دير الحشو ديرها حامي وتبدا تشوف العجينه تاعها تتقطع، هذيك خطأ. نديروا الحشو تاعنا بارد ولا خليها تريح ساعه نعاود نولي لها. العجينه تاعنا راهي تريح في بلاصه دافيه، ودروك غادي نبدا نوجد الحشو تاعي، وهو الحشو الاصلي تاع المحاجب. ما غادي نزيد فيهم لا كفته لا فرماج، دابا حدت لي شوسون درت لهم الكفته والفرماج، بصح هذا هو الحشو الطبيعي تاع المحاجب. وكاين اللي يبغي يزيد فيهم الزيتون ولا الكفته ولا اي حاجه، هذيك حاجه تبقى يعني الخاطر تاعكم. راه عندي حبه بصله قطعتها رقيق رقيق، بصله كبيره حمراء، ولا كانوا عندكم صغار ديروا الزوج، بصح المهم تكون الحمراء. وكاين اللي بغي يزيد وحده بورو، هذيك البصله الطويله انا ما كانش. والطماطيس طماطم راني درت جوج حبات كبار، قطعتهم الى مربعات، قلعت لهم الجلده تاعهم الفوقانيه وقطعتهم، ما ترابوهمش خاطرش عليه غادي يزيدوا يطلع لكم الماء مع البصله وما غاديش تنشف لكم مليح. ومن بعد تقطع لكم العجينه وتقعد لكم غير موها ما تنشفش كاع، بصح كي تكون مقطعه الطماطيس تقطعوها مليح طيب بالخف، وطيب ما تطلقش الماء بزاف، وتقعوها تقعدوا تخلطوا مليح باش تنشف لكم خف خف. وراه عندي حبه فلفله قطعتها الى مربعات، فلفله هذه خضراء حلوه، كاين اللي بغي لي كولور الفلفله الحمراء والفلفله الصفراء. راه عندي واحد حار قطعته رقيق رقيق بصح شهيه، غادي ان شاء الله كي تبدا تطيب لي لاصوص هذه، غادي كي تبدا تطيب غادي نصف زوج انصاف معاك. وعارفين الوليدات ما يبغوش الحار، كاين اللي وليداتها يبغوا الحار تجي يعني لاصوص ديريكتومون تحطوا الحار، بصح انا ولادي غادي نصف وحده تولي تعقد وحدها، والزوجه نزيد فيها الحار هذا يطيب حتى اللي تعقد مليح مليح. وفي لاصوص تاعي غادي نزيد حبه مغرف طوماطيس على العلبه الطوماط كونسونطري، وغادي كلشي نديرها في الزيت، ما ديروش السمنه غادي يشحم لكم بعد العجين تاعكم. ديروا في الزيت قد زوج مغارف كبار تاع الزيت، وتوابل الملح والفلفل الاسود الحرور، ما ديروا حتى حاجه واحده اخرى معاها. ان شاء الله غادي نطيبها عادي كما قلت لكم، كي تبدا تطيب كي نرمي كاع هادو، كي يكونوا كاع هادو مرميين يطيبوا مليح مليح عاد باش نصف لاصوص وندير في النص الاخر ندير الحار تاعي. طابت لي لاصوص ونشفت لي بالخف باسكو هذيك الطوماطيس ما كانتش مرابيه. شوفوا كيفاش طيب، طيب عاقده، طيب ما شاء الله، ها هي طيب عاقده وناشفه من الماء، هاي عاد حاميه مادامني نخدم في العجينه تاعي مادامها راهي تبرد. خدموها على بكري هكا باش تخدموا كاع صوالحكم وما يجيكمش الخدمه طويله وما تجيكمش يعني ما تعزوش عليها. وهذه اللي فيها شويه تاع الحار، وليت العجينه تاعي وانا نخليهم على جهه. نولي العجينه تاعي راهي فاتت ساعه، شوفوا راه كي خلوها في حاجه ملمومه ما تقعدش تطلق لنا العجينه وتقعد تتمشى، لموها في حاجه اللي تقعد شادتها. نحلها قدامكم، انا راني عركتها مليح مليح وخليتها في هذاك الساشي هذاك تاع المغالي. شوفوا كي تبدا تطلق، انا كاع نشفتها في الاول وتبدا تطلق. دروك غادي نعاود نعطيها واحد العجنه خفيفه واحد 3 مينوت نعجنها. راكم تشوفوا هاي راهي طريه وراهي راهي تساعفني مليح مليح. مازال غادي نزيد نخليها مو هاد العجنه تاع نص ساعه. اسكت فوالا، تعجنوها غير خفيف خفيف حتى تنشفوها، ما تخافوش غادي كي تقعد المده اللي تقعدها هذيك هي المليحه، المهم اكثر من ساعه. فوالا زيد غير شويه تاع الماء، ما تقعدوش تزيدوا في الماء، غير شمخوا يديكم وتعركوا. عاودت عجنتها مليح مليح 3 دقائق، شوفوا كيفاش تولي معكم العجينه تاعكم، غادي تولي ما شاء الله قطنيه حتى وتنشفوها في الاول. شوفوا النتيجه تاعها من بعد، شوفوا كي تبدا تجبد معكم 3 دقائق وانتم تعوركوا فيها وتسمعوها تطرطق وانتم تعوركوا، وتعاودوا تخلوها تريح في ديك البسينه، بصح ما تعاودوش تحطوها في داك الساشي. الساشي صاي كملنا معاه، دروك غادي نديرها هنايا في لاباسين هذه نص ساعه. علاش قلت لكم نخلوها تريح اكثر من ساعه؟ دروك 30 دقيقه نخليها تريح وتبرد لي لافارس تاعي في خاطرها، عاد نبداو نقرصوا ونخدموا ونطيبوا تمتم صاي.
بارك الله ما شاء الله، اللهم صوبا نافعا يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب. ما شاء الله النو سنيناها بزاف، الحمد لله يا ربي يا ربي. راهي فاتت هذيك النص ساعه وني شفت لافارس تاعي راهي بردت شويه، فات لي ها هي العجينه، تعاود تزيد تطلق وتزيد تطرى لكم ما شاء الله. غادي ندير شويه زيت في يدي وندير الزيت في البلاوي، غادي نقرص العجينه تاعي ونخدم ونطيب. ماشي تخدموا كاع الحبات تاع المحاجب وتبدو طيبوا بالحبه، راه كلشي راه يطيح لكم، كلشي راه يخسر. لافاس تخرج العجينه تعاود تقعد تتكسل، خدموا حبه وطيبوها، ما تقعدوش تسنوا حتى تكملوا لافاس تاع العجينه تاعكم كاع. ودروك الكريات على حسب نتوما ما تبغوا. فوالا حبيبات كيما هكا حبيبات موين، نعاود نتلها شويه بالزيت مادام يديا مزيتين، ونقعد نخدم ونغطي اللي باقيين حتى اللي نكمل العجينه تاعي. نبدو بسم الله، لازم الخدمه بالزيت، نكثروا الزيت هكا، نكبروا هكا الدويره فوالا البلون طرافا بيان سيغ راه نقي. نبدا نحل في العجينه تاعي راكم تشوفوا، نحلوها غير بالعقل بالعقل، كاع الا تقطعت ما فيها والو، بصح كاع هكا نحاولوا معاها غير بشويه. نبدا نكسلو فيها راكم تشوفوا فوالا، مادام هتريح مادام هتطاوعكم. حليتها ماكسيموم حتى البلون طرافاي ولا يبان لي. دروك كي تحلوها مليح مليح، ماشي دروك تحطوا لا فارس، لازم تجيبوا الاطراف على بعضها وتشوفوا لازم تكون رقيقه وتكون يعني تقريبا شفافه. نعاود نجيب هذه الجهه فوق هذه الجهه، كاين الاخوات اللي يبغوا يخدموا في كرتونه ولا باش تجيهم مربع. عاد دروك باش نبدا نحط لافارس تاعي، هذيك النسبه تاع الزيت تاني تخوها وتحطو كيما قلت لكم الاختياري، لافارس اختياريه بصح نتوما هذا هو الحشو تاع المحاجب يعني الكلاسيكيه. يعني نحمي في المقله تاعي، كاين عندها طاجين ثقيل، كاين اللي عندها مقله، كاين كل واحده اللي عندها داك الالكتريك. تخدموا حبه وتطيبوها، تخدموا حبه وتطيبوها حتى لي تكملوا. فوالا هكا باش ما تطيح لي ما تخسر لي ما حتى حاجه. بسم الله ها هي، سعفوا العجين تاعكم ها هي، نطيبهم ان شاء الله نشوفوا هاي، نطيبهم ان شاء الله ونتلاقاو. الحبه الاولى راهي طيبه، وانا حليت الحبه الزوجه توجور شفافه تقريبا شفافه تطو الجهه الفوقانيه. عاون روحكم غير بالزيت، ما يخلعكم لا عجين لا حتى حاجه، غير الزيت هو اللي غادي يمشيها لكم، سورتو لو كنتو عاركينها مليح مليح ومخلينها تريح، هذاك هو ليسونسييل. كي تطوها سيو تقادوها مليح مليح باش ما تبقاش العجينه هذه غليظه على جهه جهه غليظه على جهه. تحطوا لافارس تاعكم، نزيد نصغرها غير شويه منا، تحطوا لافارس تاعكم، ندير لافارس الاخرى الحاره، هذه الزوجه نديرها بلافارس الحاره وطيبوا عادي. المهم لاكاليتي تاني تاع السميد تاني تكون مليحه وفار. تبلعوها وتسيو لهذوك الاطراف والجوانب اللي تكون متقوبه، ديروها هي الاولى عاد باللعب اللي تكون ماشي متقوبه، تسيو الجوانب تسودوهم هكا باش كي تربدوها طيبوها ما تطيح لكمش لافارس. ها هو المحاجب تاعي، شاهدني فيهم بنت خويا، انا ما كنتش رايحه كاع ندير المحاجب وقالت لي حندير المحاجب اليوم، هي ني درتهم فوالا.
هذه هي، هذه الحبه الاولى اللي راهي طيب الزوجاني. هذه نقلب نقلعها باش نوريهاكم في المقله كيديروا لا لوفور تاع الكاطو. شوفوا كي تجي مهويه وتبدا يعني العجينه تشوفوها تتنفس. هاي فوالا راكم تشوفوا في الحواشي تبدا تطلع غير بالعقل بالعقل، وتجيكم هذيك التهويه وما تجيكمش معجنه وما تقهمكمش. هاي طيب كملت كاع المحاجب تاعي طيبتهم راكم تشوفوا. هذه راهي عاد التالي، هذه سخونه راهم كلاو ديجا شعه من حبه، راهم ديجا هما تعشاو. هادو غير الحبات اللي باقيين. شوفوا كيفاش طابوا يطيبوا خفاف ويطيبوا ما شاء الله. راكم تشوفوا ما يطيبوا يابسين ما يطيبوا حتى حاجه، شاهدكم في الجنه. هذه شوفوا كيفاش طايبين من الداخل. هذه شويه دافيه، الاخرين محامين حامين. نقطع لكم حبه باش تشوفوا كيفاش لا فارس كيفاش تجي من الداخل ويجي مورق. شوف كيفاش يجي خفيف ويجي طري ويجي طايب مع هذيك لا لوفور تاع الكاطو. شوف كيفاش يهويها من الداخل ويعطينا التوريق، هذاك التوريق اللي درته امامكم. شوف يطيب ما شاء الله، شهيتكم في الجنه ان شاء الله. عييت الحق العييت اليوم، درت كغو ميناج وحكيت المواعين ودرت عييت شويه سمحولي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه والمراحل كاع تاع المحاجب راهم ناجحين ويجيكم طريين ويجيكم ما شاء الله كما يبغي خاطركم. هادو توالدتهم حارين والاخرين كاع اللي كلاوهم وليداتي كلاوهم بلا هذيك الحبه تاع الحار، درتها بلا صوص نورمال. نقول لكم الى كنتم من الزوار الجدد مرحبا بكم، اشتركوا معنا في القناه ونكبروها ان شاء الله يا ربي. نسلم عليكم كاع واحد واحد وكاع المشاركين. نشكركم على التعاليق وعلى الحضور وعلى لي لايك، نشكركم جزيل الشكر. دمتم في رعايه الله وحفظه، اشتركوا في القناه ما تنسونيش بلي لايك، والسلام عليكم.